الخامسة والربع من صوت لبنان مع تحيات إلان زغيب عيسى ريتا أسعد والمخرج بيير جامو. ماذا أولا في العناوين؟ اللقاء التشاوري في قصر بعبدة يعلن تمسكه بتمثيل السنة المستقلين. لا يبدو أن هنالك وصول لحل. باسيل يعلن التمسك بأحد عشر وزيرا من حصة التيار ورئيس الجمهورية. وزير إسرائيلي يحمل لبنان مسؤولية أي حرب ولا يفصل بين تصرفات حزب الله ولبنان الرسمي. لبنان يستذكر شهيديه جبران تويني وفرانسوا الحاج. رئيسة الوزراء البريطانية تنجو من تصويت على سحب الثقة بحكومتها. تسمع بيقولوا عن شخص طاير من الفرح؟ هلأ مقابل كل 200 دولار بتصرفها على بطاقات بنك بيروت بيطلع لك فرصة مش بس تطير من الفرح، تطير على البرازيل وتحضر كرنفال ريو دي جانيرو مع الشخص اللي بتختاره. العرض جاري من أول تشرين الثاني لأول كانون الثاني 2019، والسحب رح يكون على جايزتين لشخصين. ولتضاعف فرص الربح استعمل بطاقتك برات لبنان كمان. مش خبرية بتطير من الفرح؟ تطبق الشروط والأحكام. بنك بيروت معك لأبعد حدود. الحلم تحقق وهلأ صارت الكهرباء 24/24. شركة كهرباء زحلي وعدت ووفيت، رح نضوي ليل نهار. مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله. كهرباء زحلي دايما نحو الأفضل. تراوح المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشيل عون في شأن تعثر تشكيل الحكومة مكانها، ولم يحقق أي تقدم ملموس باستثناء أن الحركة أفضل من الجمود. بالأمس لم يخرج جديد من زيارة وفد حزب الله لقصر بعبدة،